احترق نحو 20 إلى 30 جندياً أحضرناهم إلى الحفرة. بعض الجثث كانت أشلاءً. كون اللي الجندي والعسكري والضابط ما لهمش تمن في بلدهم، يبقى أنا ما أقدرش أسأل إسرائيل نقطنا على أرواحهم. صح، لأن هم ما لهمش تمن في بلدهم. صح. ما المفروض أن تقوم به السلطات المصرية لاسترجاع أولاً رفات هؤلاء الشهداء، وأيضاً فتح ملف الأسرى أو ما حدث في 13,700 أسير مصري؟ لم يعد منهم إلا حوالي 3,000، أما الباقي فقد اختفوا. هو حضرتك كمية الجرائم اللي إسرائيل قامت بيها في حرب 67 لا تعد ولا تحصى، لدرجة أن إسرائيل علشان تداري على كمية المصايب اللي حصلت في حرب 67 هاجمت المركبة ليبرتي الأمريكية، مركبة التجسس الأمريكية اللي كانت في البحر المتوسط وكانت بتتابع الحرب وبتنقل الأخبار وبتتجسس على الإشارات اللاسلكية والكلام ده كله. لما إسرائيل اكتشفت وجود المركب دي في البحر المتوسط، أن البحارين لقوا طائرات إسرائيلية جاية عليهم فبيطلعوا يشاوروا لهم، الطيارات لفت ورجعت الطيارات اكتر وابتدت دك على السفينه ليبرتي. فده بالنسبه لجرائم، لتوثيق جرائم اسرائيل، هي واضح ان هي اكبر بكتير، وناس كتير اتكلمت على المقابر الجماعيه والعساكر اللي كانت بتقف بظهرها وبيرشهم بالرصاص زي ما الجيش المصري بالظبط بيعمل في الناس المعارضين في مصر النهارده، وبعدين بيطالبوا بالتحقيق. هو احنا لسه هنحقق يا جماعه؟ خلاص احنا اللي احنا سمعناه ده نتائج التحقيق. انت بتطالب بان انت تسلم رفات المصريين دول وان انت تحاول تتعرف عليهم. التقرير بيقول ان هم تم دفنهم زي ما هم، جمعوا جثث ودفنوهم وما عندهمش بياناتهم. بياناتهم دي اللي انا بقول لحضرتك عليها، ان هم ما تمش خلع الاسامي المعدنيه من رقاب الجنود، وبالتالي مرجح جدا جدا ان الجنود اللي تم دفنهم على رقابيهم على الرفات بتاعهم حاليا وسائل اسمائهم اللي معرفه بيهم. في الوقت ده اهالي الشهداء، وطبعا عبد الفتاح السيسي عمره ما يسمع بحاجه زي دي، احفاد الشهداء او ابناء اخوات الشهداء اللي عايشين النهارده من حقهم ان هم يقادوا اسرائيل اللي زي ما احنا بنشوف هي بتقاضي المانيا لحد النهارده وبتستنفذ فلوسها، لان جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، واليهود تعرضوا لجرائم حرب في الحرب العالميه الثانيه ولحد النهارده بياخدوا فلوسها.